زي اليوم من دول اتولد في الدنيا دي بنت وولد، كانوا لينا طوق النجاة وغيروا شكل الحياة. اللي كان للدنيا دي حلم، واللي كان ليها فيلم، واللي كان لينا نجم وفنه بنستناه. اسأل تاريخنا تلاقي من العصر اللي اسمه الدائي، واسمهم اللي باقي نور يديكم الحياة في ميلاد نجم. 1 فبراير هو تاريخ ميلاد نجمة العالم العربي النجمة السورية منى واصف. بدأت حياتها الفنية كعارضة أزياء، وبعد كده اتجهت للمسرح، وبتعتبر من صناع الدراما السورية. قدمت أعمال مختلفة في السينما والتلفزيون، كان أولهم مسلسل ميلاد ظل، لكن بيعتبر أبرز أعمالها السينمائية دورها الرئيسي في فيلم الرسالة بشخصية هند بنت عتبة، واللي اختارها ليه مصطفى العقاد، وكان نقطة انطلاقها خارج وطنها. وبكده خلصت حلقتنا من ميلاد نجم. بنقول نجمتنا كل سنة وهي طيبة، استنونا بكرة في حلقة جديدة.